قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شريحة، حلقة مميزة بعنوان السنودسية في الكنيسة، حيث تطرق البرنامج لعدة مواضيع أهمها تعريف معنى السينودس وانطلاق أعمال أول سينودس في التاريخ وأعمال الجمعية العامة لسينودس الأساقفة في 7 من تشرين الأول. فإلى هناك في كثير كنائس متألمة في الشرق الأوسط اللي بتتعرض للقصف، تتعرض للانفجارات، بتتعرض للقتل، وفي كنائس مجروحة من بعض التصرفات المسيئة اللي بتصير أحيانا بالكنائس، إن كان من الأشخاص المسؤولين الأشخاص يعني. فكلها استعرضها قداسة البابا في السينودس الأبرشي، وأنتوا بتعرفوا هالسنة السينودسية اللي أعلنها قداسة البابا بسنة 2021، وطلب دراسة لكل الأساقفة يدرسوا كل الوضع القائم في الدول العربية والدول الأوروبية والدول الغربية اللي تابعة للكنيسة الكاثوليكية وتابعة لرئاسة قداسة البابا فرانسيس. فاجتمعوا هلأ من 6 أكتوبر لانتهوا أمس تقريبا، أول أمس على 10 الشهر اختتم السينودوس في عدة قرارات. وإحنا هلأ يعني هو الوثيقة من 40 صفحة، فإحنا بهاي الحلقة مش رح نسرد 40 صفحة، رح نلخصهم بموجز للي بيسأل شو معنات سينودوس. وعم نسأل يعني السينودوس شو عم نستفيد منه، وليش السينودوس، وشو معنى السينودوس. فأبونا هلأ رح يشرح لنا السينودوس ومعنى. نعم، كانوا دائما كل مجموعة كنسية بيجتمعوا عندهم مجمع مقدس، اليوم بالمصطلحات السياسية بنحكي عنه مؤتمر، يعني بيتجمعوا فيه يلا مع بعض أو خلينا نمشي مع بعض، هي التفسير الحرفي للكلمة السينودوس، لأنها كلمة بالعربي ملهاش لفظ. نعم، بالعربي بالضبط هي مجمع، يعني بنحكي عنه أو مؤتمر بالضبط. أما يعني هي في كاصطلاح وكلغة، كلغة احنا بنقول انه يلا مع بعض نمشي مع بعض نشتغل مع بعض، رسالتنا تكون مع بعض، ولكن من حيث المصطلح المعنى على أرض الواقع شو هو؟ هو مجمع. يعني شو يعني مجمع؟ يعني مؤتمر بيجوا فيها الناس وبيضعوا مشاكلهم، بحطوا تطلعاتهم إنجازاتهم بعرضوها، يعني مش بس الأشياء السلبية والأشياء الإيجابية. لكن مع قداسة البابا فرانسيس بقلبه الكبير وحبه الفياض أراد أن يدخل العنصر العلمانيين لأول مرة، بيدخلوا بيجلسوا مع الأساقفة في نفس المكان اللي كان فقط للأساقفة. يعني البابا يوحنا لما أسس المجمع الفاتيكاني الثاني في أواخر 1968-67 أواخر القرن الماضي من الستينيات، كانت ثورة كبيرة أنه البابا يوحنا 23 شو عم بيعمل؟ كيف الكهنة يصيروا يسمح لهم بالزي اللي يكون بنطلون وقميص، أنهم يضعوا هاي علامة تتميز الكهنة، الثوب جوا الكنيسة، أشياء عمل ثورة كانت بوقتها. واليوم بعد كل هالسنين الطويلة بيجي البابا فرانسيس وبعمل مخطط قائم على حضور أولادنا المعمدين المؤمنين المسيحيين اللي هم لا تربطهم بالكنيسة صفة رتبة كنسية. هو جاء السينودوس إنه مش إنه هيك جعبالي أعمل سينودوس، هيك كل فترة مستجدات بصير في فترة معينة. كان المجمع الفاتيكاني قرروا السينودوس الأبرشي للأرض المقدسة، هذا على مستوى المناطق. إذا كنتوا تسمعوا من المشاركين واللي عم بيشاهدونا كانوا يسمعوا إنه سنة 2000 كان في سينودوس الأرض المقدسة للكنائس الكاثوليكية في الدول العربية، يعني هذا كان سينودوس خاص فينا، وكان في كل دولة كل بأوروبا إن كان بأمريكا وين في كاثوليك يعملوا مثل هاي السينودوسيات، السينودوس الأبرشي على مستوى الرعية. قال قداسة البابا بعد هالفترة الطويلة من هالزمن من سنة 64 السينودوس المجمع الفاتيكاني،
والسينودوسات المتفرقة بالدول طلب أنه يعملوا سينودوس عالمي يضم كل هالكنائس الكاثوليكية في العالم. أنت لما بتحكي على كاهن هذه خطيئة، لما بتحكي على أسقف هذه خطيئة، يعني في منابر أخرى ممكن أنك تنحكى في تحكي فيها عن تصرف كاهن أو هيك باجتماعات للكاهنة، في أساقفة بيجتمعوا، في المدبر بيجي، الرئيس الأساقفة بيجتمع بالرعية وبتم مناقشة هذه الأمور، مش على السوشيال ميديا زي ما بيقول الواحد ينشر غسيله الوسخ. فقداسة البابا برضو طرح هذه الأمور وطرح الانتهاكات، طبعا ما كان مغيب يعني قداسة البابا على الانتهاكات اللي صايرة بالسلك الكهنوتي كمان. فكانت هذه فرصة كمان انه كل يعني منطقة توضع لقدام قداسة البابا كل هذه الانتهاكات اللي عم بتصير وكل هذه التجاوزات اللي عم بتصير. طبعا ناقشوا اشياء كثيرة من الحريات اللي عم بيصادفوها بالدول الاخرى، ممكن انه يعني احنا اوكي جزء بسيط، لكن احنا عم نحكي على سينودس عالمي، يعني لما بيناقشوا المثلية، بيناقشوا التعدد الزوجات في خاصة دول افريقيا، المسيحيين متعدد زوجات، يعني شوف المشكلة الكبيرة اللي عندهم انه عندنا المسيحية ما في تعدد زوجات، بس بدول افريقية في بعض المناطق مسيحية في عندهم تعدد زوجات. بفرق انا دكتورة بين اندماج وادماج. نعم. الاندماج انه بياخذوا من ثقافة البلد دون التخلي عن هويتهم وثقافتهم. نعم. اما الادماج زي ما حصل مع السكان الاصليين بامريكا، زي ما حصل مع كل الدول اللي قداسة البابا زارها، اعتذر من السكان الأصليين وطلب مقابلة شيوخهم ورؤسائهم، انه بفترة كانوا الإنجليز لما بيستعمروا والفرنساويين لما بيستعمروا كانوا يجبروهم. كيف بيجبروهم دكتور؟ شوف القساوة، كانوا ياخذوا الأطفال للمدارس الداخلية ويمنعوهم من مشاهدة أهاليهم ويربوهم تربية فرنسية، فكرهم إنه ثقافتهم الأحسن. مع التطور ومع هذا اكتشفوا إنه في شغلات ما بيقدروا يعملها السكان الأصليين، انحرموا منها هذول الأولاد، وحتى جيناتهم تغيرت مع الوقت وبطلوا قادرين على عزف الأشياء اللي كانت متوارثة عندهم من موسيقى، من تقاليد، من حتى قدرة، يعني فحصوا القدرة العقلية والذكاء والهذا، انه بالضبط للاصليين كانت اعلى بكثير منهم. وحتى كنائسنا اخذت بهذه الفتره لما كانوا ياخذوا الكليريكي يصروا، اليوم التغت، حسوا انه الطفل من هلا بهذا العمر بحاجه لاهله. انت مهما تضع في افكار العقيده الكنسيه، لكن يجب ان ياخذ حاجته العاطفيه من اسرته من اهله. هذا موضوع مهم كثير، الاندماج. هذا موضوع الادماج طبعا، انه الحفاظ على الهويه في دول اللي تعرضت للهجره، خاصه في الكنائس الشرقيه.